صباح الخير عليك دينا وعلى مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. من محافظة اسكندرية عروس البحر المتوسط بنتابع انطلاق اليوم الأول في مرحلة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى. بعض التفاصيل عن المحافظة دي، هي بيها عدد لجان في جولة الإعادة 1083 لجنة فرعية، وحسم في الجولة الأولى عدد من المقاعد في هذه المحافظة. المحافظة فيها 7 دوائر ومخصص ليها 16 مقعد فردي في مجلس النواب. حسم في الجولة الأولى مقعد وحيد في دائرة العطارين، وحسم نصف دائرة الدخيلة، وبتجرى جولة الإعادة على 5 دوائر أو 4.5 دوائر تحديدا، وهي أول المنتزه وأول الرمل ونصف دائرة الدخيلة وسيدي جابر ومحرم بيه. محافظة اسكندرية ليها طبيعة خاصة جدا ومنافسة جديدة في جولة الإعادة. بيتنافس عندنا 26 مرشح للفوز ب 13 مقعد، وهم المتبقيين من المرحلة الأولى، وبتجرى عليهم جولة الإعادة. وفاز نظام القوائم لصالح القائمة الوطنية دائرة قطاع غرب الدلتا. زي ما قلت، يعني الجو النهاردة أحسن من الأيام الماضية، كان في نوة بتشهدها محافظة اسكندرية، وكان في استنفار كبير في المحافظة. ومن بين الاستعدادات بالطبع لهذه المحافظة هو وجود لكاسحات المياه في كافة الشوارع، لأنه من المتوقع النهاردة سقوط بعض الأمطار في المساء، وأمس أيضا كان هناك سقوط لبعض الأمطار في المساء. أيضا استعدادات المحافظة بتوفير مظلات، يعني كما تري في الصورة خلفي، لحماية الناخبين عند دخولهم للجان، وأيضا بعض المظلات داخل اللجان. أيضا من بين استعدادات المحافظة وتحديدا استعدادات وزارة الداخلية هو وجود تكثيف أمني وتواجد للقوات، أيضا تريه في الصورة خلفي، وتواجد لجهاز التفتيش لتفتيش المواطنين أثناء الدخول، فضلا عن التفتيش الذاتي الذي يتم بجوار التفتيش التقني. لو تحدثنا أيضا عن الاستعدادات والتي تتم على مدار الساعة، جولات أمنية قام بها مدير أمن الإسكندرية منذ يوم أمس، وأيضا جولات للمحافظ تتم تحديدا في هذا التوقيت، وسيقوم المحافظ بها الإدلاء بصوته في أحد اللجان التابعة لهذه المحافظة. استعدادات كبيرة، غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المحافظة بالطبع لمتابعة سير العملية الانتخابية واستنفار لحدوث أي طارئ، واستعداد تام في حال سقوط أي أمطار لتتم العملية الانتخابية بالشكل الصحيح. داخل هذه اللجنة والتي ستفتح في تمام التاسعة، سيكون هناك أو متواجد بالفعل بوابة للتعقيم، ووجود عدد من الكمامات يتم يعني فرضها للمواطن وعدم السماح بدخول اللجنة دون ارتداء هذه الكمامات. ننتظر فتح اللجان في تمام التاسعة، وسنتابع على مدار اليوم التفاصيل الخاصة بهذه المحافظة المميزة في التنافس. أعود إليك دينا مرة أخرى في الاستوديو.